مرحبا بكم جديد في قناة شيف ليلى جاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بأحسن صحة وعافية. كنتمنى كذلك يلقاكم هذا الفيديو نتوما بكل خير. اليوم غادي نحضروا مع بعض إن شاء الله في هذا الفيديو فقاس بالفيرميسو بالشوكولا. كيجي من ألد وأروع ما يكون، مقرمش وفعلا كيصدق مليون بالمئة. غادي نعطيكم واحد لاستيس باش ما يتكسرش لينا الفقاس ملي نكونوا تنقطعوه. نخليكم معايا حتى آخر الفيديو باش عارف شنو هو هذا لاستيس. كذلك كنتمنى إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ديالي تنقول لكم مرحبا بكم. اشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، وابونوا وسبسكرايب، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناة. فبسم الله على بركة الله بدأوا بالمقادير وطريقة التحضير وفوجة ممتعة. إذن بسم الله على بركة الله، بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو لهذا الفقاس، فعندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الأبيض خاص بالحلويات. عندي كذلك ساشي ديال الفاني، ممكن تستعملوا فاني ليكيد او ممكن تستعملوا حتى الفانيليا السائله فحسب المتوفر عندنا. قبصه ديال الملحه، كذلك ساشي ديال خميره الحلويات من وزن 800 غرام، كاس ديال الزيت، زيت نباتي، كاس العنبه، 120 غرام ديال السكر سنيده او السكر الخشن ما بين 120 حتى 150 غرام حسب الحلاوه اللي كنبغيوها، ثلاثه البيضات، وعندي هنا تقريبا واحد 150 غرام ديال شوكولا فيرميسيل. بالنسبه للشوكولاته الفيرميسيل سواء في هذه الوصفه او لاي وصفه اخرى حبينا نستعملوا فيها هذا الشوكولا فيرميسيل، قبل الاستعمال ضروري ما نديروها في الكونجيلاتور على الاقل واحد لساعتين د المكانه. انا كنخليها تبات في الكونجيلاتور حتى كتقبط راسها مزيان مزيان باش ملي كندخلوها للفران مع ديك الحراره ديال الفرن ما كيتغيرش اللون ديالها، كذلك ما كتغيرش حتى اللون ديال الحلوى اللي غادي نستعملوا فيها، يعني ما كيذوبش كليا، يعني فقط علين ما كتحيد منه داك البروده ديال الكونجيلاتور يلاه كتجي مع الحلوى هي هذيك. اذا هادو هما المكونات، وندوزو لطريقه التحضير. اذا غادي نبداو بسم الله. عندي في واحد القصعه اللي غادي نخلط فيها، غنوضع البيض، دائما البيض بحراره المطبخ، هاد الفقاس المكونات ديالو بسيط جدا جدا لكن كيجي من ألذ ما يكون. غادي نوضع كذلك السكر، السكر من الاحسن نستعملو السكر اللي هو تيكون حبيبات رقيقه، يعني ماشي داك السكر الخشن، هذا راه كيتباع في كارفور، من الاحسن نبقاو ناخذو نستعملو في الحلويات. نخلطو هاد السكر مع البيض حتى كينسجم لينا مزيان ما كيبقاش باين. ممكن تستعملوا الفوي الا ما كناش كنبغيو نخلطوا باليد ديالنا، لكن ما كاين ما احسن من اليد في الخدمه. اكيد نضيفوا الزيت، الفاني، نخلطو مزيان حتى كينسجمو لنا العناصر كاملة. لأنه ملي غادي نضيفو الشكلاط ما غاديش نخلطو بزاف باش ما يسخنش لينا في اليد ويدوب. صافي دابا غادي نبداو نضيفو الدقيق تدريجيا مع داك الساشي ديال الخميره، ونخلطو مزيان. حتى كينسجم لينا الدقيق مع المكونات الاخرى، نضيف باقي كميه ديال الدقيق، وفي نفس الوقت غادي نضيف الفيرميسيل ونجمع هاد المكونات كلها مع بعضها حتى تجمع لينا العجينه كلها. صافي حتى كنتحصلوا على عجين بهذا الشكل، هانتوما كيف كتشوفوا
يعني هذيك 500 غرام ديال الدقيق راه كتجي جوست مع هذه المكونات. صافي غادي ندوزو باش نشكلو منها قطبان. اذا هنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال العجين، غادي نصنع منها واحد البودان بحال الفقاس العادي على هذا الشكل. نتوما والحجم اللي كتبغيو، بغيتوه كبير ديروه كبير، بغيتوه يكون فقاس صغير فممكن ديروا فقاس صغير. صافي ملي كنديروا هذه المرحله ديال اننا نصنعوا لي بودان، فغادي نشعلوا الفران يسخن على درجه حراره متوسطه. يلا ثم عندي واحد اصفار البيض كان باقي ليا من الحلوه ديال المورينغ اللي حضرتها معكم، وكاينه الوصفه ديالها في القناه. زدت عليه شويه ديال الحليب، غير شويه ماشي بزاف. فوالا وغادي ندهن الوجه ديالو على هذا الشكل غير بشويه فقط باش يعطي واحد اللمعان من الفوق. ممكن الاستغناء عليه الا ما كناش نبغيو ندهنو. فوالا ثم غناخدو واحد الكيغدون ونحاولو نديرو هكا بالكيغدون، يعني نتكو العجينة ديالنا باش تلقى منين تخرج منها داك الهواء ديال الصاد ديال الفران. غادي ندخلو الفران دابا حتى يتسهد، ما نخليوش حتى يطيب، يعني يطيب نص طيبه ونعاودو نخرجو ونتمو نكملو التتمه ديال التحضير. من بعد ما كنخرجو الفقاس من الفران، انتما كيف كتشوفوا راه كيبقى مازال يعني رطب ولكن راه محمر شويه. اوكي غادي ندير له انا واحد الطريقه باش كيسهل عليا في الخدمه ديالو. ملي كنبغي نعاود نقطعو كنحطو في واحد الصفيحه اللي نقدر ندخلها الكونجيلاتور، كنلوي عليه الفيلم اليمونتير مزيان، تنضرو هكذا بالفيلم اليمونتير وكندخلو للثلاجة أولا المجمد عفوا الكونجيلاتور باش ملي كنبغيو نقطعوه ما كيديفورماش ما كيتهرش نهائيا، كيبقى كيسهل علينا بزاف أننا نقطعوه هو مكونجلي. فغادي نلوي عليه الفيلم اليمونتير كيف كتشوفو على هاد الشكل، وغندخلو المجمد حتى كيقصح لينا مزيان، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله ملي نبغي نقطعو ونعاودو نحمروه في الفران. من بعد ما كنخرجو داك الفقاس من الكونجيلاتور حتى كيبرد تماما، احسن حاجه تقطعو بها هي الكيتور. هذا راه كيتباع في المكتبات، فكناخدو هاد الكيتور لانه هو كيسهل علينا الخدمه وكذلك كينقص علينا باش انه الفقاس ديالنا يتكسر. صافي كنبداو نقطعوه بالحجم اللي بغينا، كاين اللي تيبغي يكون شويش يعني غليظ، وكاين اللي تيبغي يكون الحجم ديالو او السمك ديالو يكون عادي. انتما كيف كتشوفوا راه كيجي فقاس ناجح 100%، وساهل بزاف الخدمه. فوالا كيف قلت لكم الطريقه ديال الكونجيلاتور فهي كتسهل علينا بزاف بزاف بزاف، بحيث انه ما يتكسرش لينا الفقاس. اذا ما كانش عندنا هاد الكيتور فممكن نستعملو سكين اللي يكون حاد يعني يكون ماضي، ولا نمضيوه مزيان حتى يولي هكا يعني ماضي مزيان ونقطعو بيه حتى هو. غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل الفقاس ديالي كامل بالتقطاع. فمن بعد ما كنتهي كنوضعو هكذا في الصفيحه ديال الفرن اللي غادي ندخلو يطيب يعاود يتحمر هذاك الوسط ديالو. بطبيعه الحال نخليوه على حراره متوسطه باش ما يتحمرش دغيا ومن الداخل يبقى بحال الخضر، نخليوه يتحمر على خاطر خاطرو من التحت ومن الفوق. وهانتوما كيف كتشوفوا راه ما كاين حتى شي تكسر، ها هو خليت المكان ديال العمل كيف ما هو، ها هو ناجح 100%. فغادي ندخلو الفران يتحمر ونعاود نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا في الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس كنتحصلوا عليه بهذا الشكل.
كيجي من ألذ واروع ما يكون. كنخليوه حتى كيتحمر كيف قلت لكم مزيان من التحت ومن الفوق صافي، وكنخليوه حتى كيبرد، وبهكذا كنحتفظوا به في واحد الطاسه ديال الحلويات كتكون خاصه بالاكل. وباش ما يبردش لينا هذا الفقاس ويبقى مقرمش، كناخذوا واحد القطعه ديال السكر وكنوضعوها معاه ونسدوا عليه الطاسه باحكام صافي اولا العلبه. وهكذا كيكون عندنا الفقاس كيبقى لنا مده طويله ما كيجرى حتى شي حاجه. كنتمنى الوصفه اللي عجبتكم وعجبكم لا فيديو تخليوا لي لايك وتبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده مع بعضياتنا. وكذلك كنتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب، وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. خليت لكم راحه الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.